أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدم تولي الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى تأكيد على إقامة الحدود الفاصلة بين المؤمنين والكافرين، ولو كانوا من أقرب الناس إلى المؤمنين وإن كانوا من أقاربهم، فالإسلام لا يعرف مداهنة ولا مصانعة على حساب العقيدة والدين، لأن الدين هو خضوع لله، والمصانعة بدون الطريق الذي رسمه الله والمجاملة عندما تزداد على عن حدها تأخذ طريق الضرر بالإسلام وبالمسلمين. ولذلك لا موالاة بين أعداء الله وبين المؤمنين، ولو كان أعداء الله منحدرين من سلالات إسلامية، وذلك لأن هذا الفعل خيانة كبرى لله ولرسوله وللمؤمنين وللأمة الإسلامية جميعا. ودون ذلك كبائر المعاصي أقل من هذا الجرم. كبائر المعاصي تبقى معصية وإن كانت كبيرة، ولكن هذا العمل والسلوك في محبة الكفار والميل إليهم وموالاتهم والتبعية لهم، هذا والعياذ بالله تعالى طريق إلى النفاق، أو هو النفاق بعينه. وهذه الآية كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، من المودة وهي المحبة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالله سبحانه وتعالى يأمر في هاتين الآيتين بمباينة الكفار، نحو قوله تعالى في سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه المفاصلة بين المؤمنين والكافرين. أما التعامل ضمن حدود الإسلام بالبيع والشراء والحقوق، فإذا كانوا يجوز لهم أن يعيشوا في المجتمع المسلم حسب القواعد الإسلامية فيعاملوا معاملة إسلامية، كما قال الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما إذا كانوا من الأعداء وفي صف الأعداء فلا يجوز أبدا أن تكون هناك مودة بيننا وبينهم، لأنهم يعتبرون جواسيس ومضرين في المجتمع الإسلامي. فيأمر سبحانه وتعالى بمباينة الكفار ويقول: يا أيها الذين صدقوا بالله خالقا ومطاعا وإلها، وصدقوا بأركان الإيمان وأن محمدا رسول الله، واتبعوا شريعة الإسلام، لا تتخذوا أقرباءكم من الآباء والإخوان والأولاد وغيرهم أصدقاء وأصفياء. المؤمن لا يصافي ولا يعطي أسرار المسلمين ولا أسراره الخاصة الداخلية إلى عدو من أعداء الله، ولو كان أخا أو أبا أو ابنا. إن استحبوا الكفر على الإيمان،
إن مالوا إلى الكفر واختاروا الكفر ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ولم يختاروا طاعة الخالق واختاروا طاعة وعبودية للمخلوق، فهؤلاء لا يجوز أن تودهم ولا أن تلقي إليهم بالمحبة ولا بالنصرة ولا بالتبعية. ثم يقول سبحانه وتعالى في آخر الآية: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من يتخذ هؤلاء أولياء من دون المؤمنين، يتولاهم بالطاعة، يتولاهم بالتبعية، أو يتولاهم بالمحبة والنصرة، ينصرهم على المسلمين، فأولئك هم الظالمون. وكلمة الظالمون في القرآن تعني المشركون. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأولئك هم الظالمون، أي أطاعوا المخلوق وأعطوا تبعيتهم للمخلوق مع الخالق أو من دون الخالق سبحانه وتعالى. ثم جاء الوعيد، فأمر الله رسوله أن يتوعد من آثر أهله أو ماله أو أي شيء في الدنيا على محبة الله ورسوله وعلى طاعة الله ورسوله. فيقول سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة، إلى أن يقول أحب إليكم من الله ورسوله. الآية: قل يا رسول الله للمؤمنين، إن كانت هذه المحبوبات الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فانتظروا حتى يأتي الله بعقوبته. انتبهوا أيها المؤمنون، عندما ينزل الله فينا عقوبات شديدة ينبغي أن ننتبه. ماذا كنا نعمل؟ هل كنا نسير فعلا بالطريق الصحيح أو لا؟ قل يا محمد ويا من تدعو بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان آباؤكم، إذن المحبوبات الثمانية أولها الآباء، والأب والأم والجد هم أصل الإنسان وهو مولود منهم. إن كان آباؤكم الذين توقرونهم وتنتسبون إليهم. والثاني من المحبوبات وأبناؤكم، الأبناء أقرب الناس إلى الإنسان، بل قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فجعل الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان محبة الولد، لا من أجل أن يكون الولد معبودا وأن يطاع في معصية الله، لا، إنما يكون محبوبا ضمن حدود الله. وضع الله المحبة في قلب الأبوين حتى ينشأ الولد ويربى، وإلا ما كان أحد تعب في ولد، ولا كان سهر الليل حتى ينام، ولا كان اشتغل وجاهد وعرق وتعب حتى يجني له ويأكل. فهذه الرحمة هي من الله تبارك وتعالى، وضعها في قلب الأب والأم، ولكن لا ينسى الله ويذكر الولد. إذن المحبوب الثاني: وأبناؤكم أقرب الناس إليكم وأحب الناس إليكم. والثالث: وإخوانكم، إخوانكم الذين تجمعكم بهم رابطة النسب. كثيرا ما يتقوى الإنسان في هذه الحياة بإخوته، لك أنا أخوتي فلان وفلان وفلان، جرفنا. فإذا كانوا كفار فلا يجوز لك أن تكون تبعيتك لهم، ولا أن تكون مودتك لهم، ولا أن تحبهم أكثر من حب الله ورسوله. والرابع: وأزواجكم، الزوجين تجمعهما رابطة الزوجية، وهي رابطة قوية، رابطة ليست علاقة جنسية فحسب، ليست علاقة جسدية، بل هي مودة ورحمة، وهي حب وتفان وإخلاص وسعادة بين الزوجين وانفتاح. لا يوجد أبدا انفتاح في الأسرار بين رجل وامرأة كالانفتاح بين الزوجين. فالزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها. فالمحبوب الرابع: وأزواجكم الذين تجمعكم معهم رابطة الزوجية، لا ينبغي أن يكونوا أحب إليكم من الله ورسوله. والخامس: وعشيرتكم، العشيرة هم الأقارب الذين تعيشون بينهم وتعاشرونهم،
وهذه الرابطة رابطة العشيرة كانت رابطة قوية جدا في الجاهلية، لأن الإنسان يتقوى بعشيرته، ليس بإخوته فقط، بل من يعاشرهم من أولاد عمومته وأولاد أولاد عمومته وأقاربه الذين يجتمعون إلى أب واحد في العشيرة أو القبيلة. فهؤلاء الذين تعاشرونهم تحبونهم ويحبونكم، ولكن لا ينبغي أن يكون حبكم لهم أكثر من حبكم لله ورسوله وجهاد في سبيله، فتخرج عن أمر الله وتكون العشيرة كأنها إله من دون الله تبارك وتعالى. والسادس، وأموال اقترفتموها. الإنسان يا إخواني غرز فيه الله تبارك وتعالى حب المال من أجل أن تقوم الحياة. فإذا كان الإنسان لا يحب المال كما قال تعالى في حب المال: وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فهذه طبيعة في البشر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث، ولا تشبع عين ابن آدم إلا من التراب. حطوه في القبر هذا يأكل ما بده، لا ذهب ولا فضة ولا شيء. وثاب الله على من تاب، صدق عليه الصلاة والسلام. إذن الأموال يحبها الإنسان، خاصة إذا جاءته بكسبه وتعبه. لما نقول بكسبه وتعبه؟ لأن من أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد. إذا أخذ المال بالسرقة أو أخذ المال جاهك هكذا بدون تعب بدون كذا، فهذا يعني قد يضيع المال ولا يأبه له. ولكن عندما يكون المال قد تعب جمعه بعرقه وتعبه وجهده، فإنه يحب هذا المال ولا يريد ضياعه. ولكن لا ينبغي أن يكون حب المال أحب إليكم من الله ورسوله. وأموال اقترفتموها. والسابع، وتجارة تخشون كسادها. التاجر يا إخواني أحيانا يأتي الشيطان فيجعله يتشبث بتجارته ويفكر بأرباحها حتى يكون ذكرها والتفكير بها أكثر من ذكر الله والتفكير به، وأكثر من السعي على أن يسير في الطريق الذي رسمه له الله ورسوله سبحانه وتعالى. فهذه التجارة الثمينة التي تحبونها وتخافون بوارها وفوات وقت رواجها أو بأي سبب آخر، إن كانت هذه التجارة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا، تربصوا العذاب انتظروا. والثامن، ومساكن ترضونها. الإنسان يا إخواني اجتماعيا في طبعه ويحب الاستقرار وأن يعيش مع جماعة، وإذا كان يعيش في منطقة مع جماعة لا بد له من مسكن. من طبيعة الإنسان أن يريد المسكن الذي يرضاه، فابن المدينة لا يرضى بمسكن في خيمة في البادية، أما الذي يعيش في البوادي وينتقل مكان مكان وطلبا للرعي هذا مسكنه يرضاه هو خيمته، وقد تكلف الخيمة الكثير. ولكن هذه المساكن التي ترضونها وتحبونها وتستوطنون بها راضين بسكناها لا ينبغي أن تكون أحب إليكم من الله ورسوله. فحب الله ورسوله هو الأصل. وما معنى حب الله والرسول؟ أن يكون هناك الطاعة والعبودية لله فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والثامن، ومساكن ترضونها. إذا كانت هذه المصالح الدنيوية التي تربطكم بالدنيا من الأولاد والآباء والإخوة والتجارة والمال وكذا والمساكن، إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله فتخرجون عن طاعة الله وتؤثرون هذه الأموال على طاعة الله ورسوله، فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بعذابكم، عذاب محق أو عذاب زوال مصالحكم أو عذاب بسيط في الدنيا تتعذبون به، وعند قيام الساعة أو عند نزول القبر يكون العذاب الشديد والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، بأمره أي بأمره بالعذاب. والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كنتم على هذه الطريقة معنى ذلك أنكم فسقتم عن أمر الله وعن دين الله. والله لا يهدي من يفسق عن أمره ويخرج عن دينه.
فانتبهوا أيها الناس، انتبهوا أيها الناس، كثير من الناس ينحرف عن جادة الصواب ويطيع الكافر عدو الله من فراعنة الأرض من أجل الحفاظ على ماله أو على تجارته. كم من الأوقات عندما كنا نستدعى من قبل رجال الأمن، لماذا؟ لأننا قلنا قال الله تعالى كذا، نرى أحد التجار يأتي إلى هؤلاء قيادات في الأمن وإذا به يعطيهم المال ويقول لهم أنتم شركائي خذوا. سألت هذا اللي عم يستجوبني أهل الأمن، ماذا يعمل هذا عندكم؟ قال هذا يعطي زكاته هنا فقراء عندنا. أهل الأمن الذين يسرقون الناس ويجلدونهم دول الفقراء، والفقراء الذين لا يجدون الطعام ما الفقراء؟ فهذا إنسان من أجل ضمان تجارته أو من أجل ضمان مصالحه بدل أن يعطي المال حق الفقير للفقير يعطيه لهؤلاء الظلمة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم صنفان من أمتي، يعني ينتسبون لأمتي ويعتبروا حالا من أمتي، صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يعرف بمسيرة 500 عام. من هذول الصنفين؟ الصنف الأول نساء كاسيات عاريات، يعني مكتسيات بس الكسفة الضيقة كتير كأنها عارية، تجسم وتكسم عورتها الغليظة كلها، أو شفافة مكتسية ولكن شفافة بين جسمها. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق، مميلات لقلوب الرجال عن الحق. يأتينا المساجد على مراكب حمر، يعني سيارات فاخرة حمراء، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. والصنف الثاني ما علماء بدخل الجنة منتسبوا لأمة محمد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي. والصنف الثاني رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نعم نعم، عندما في سنة 80 في الأمن العسكري الناس يصيحون وأنا بينهم معتقل في غرفة من الجلد، يا الله، قال له لا بدك الله يا كلب، ويجلده ويضربه. يدخل إلي أحد الأشخاص رجله كالطبل راح تنفجر، قال لي يا عمو رجلي عم بوجعوني من القتل، صرت أقرأ له على رجلي. هؤلاء أمن، قال أمن مين؟ هذول أمن للمجرمين، يؤمنون المجرمين ويجلدون المؤمنين. فهذول الصف ما بدخلوا الجنة أبدا والعياذ بالله تعالى، وأنا أعتبروا حالهم مسلمين. أقول لك نحن موظفين عم ننفذ، حدا بقول لك نفذ في معصية الخالق؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والعياذ بالله تعالى. إذن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذين خرجوا عن أمر الله وعن دينه. ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حب الرسول لماذا صلى الله عليه وسلم؟ من أجل طاعة الرسول واتباعه فيما يرضي الله وفيما أنزل الله. أما حب الوالد والولد والكذا وتفضيله على حب الله والرسول، معنى ذلك صارت تبعيته وصار ألوهيته متوجهة للوالد أو للولد أو للكذا إلى آخره، أسأل الله العافية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا في الآية أحب إليكم من الله، يعني من طاعة الله ورسوله، وجهاد في سبيله، إذا تركت الجهاد ضعته. تتركون الجهاد مجاهدة العدو المتسلط عليكم من أجل ألا تقتلوا أو من أجل ألا تذهب أموالكم، عندما يتسلط عليكم يقتلكم بالإفراد
ويأخذ أموالكم. وذكرت لكم قبل قليل كيف يأتي بعض التجار إلى الأمن ويعطوهم المال، ابتزاز. هذا ما يفهمه الناس، أنهم يدفعوا شوي شوي، ولكن يخافون عندما يأتيهم الجلد مباشرة أو القتل فيقتل بعض منهم فيرهبون، يعني يرتكبهم الرهبة من هذا الإرهابي القاتل الحاكم. الحاكم المتسلط هو الإرهابي وليس المتحرر من الإرهاب هو إرهابي. ولكن في عصر الدجل عكسوا الآية، هكذا قررت أمريكا وكثير من الناس تبعيتها لهم. الإرهاب والتسلط وإزاء الناس وقتلهم وضربهم حتى يخضعوا ويذلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، العينة يعني أن يأخذ شيء معين، يقول لبعتك هذا الشيء ب500 دينا لمدة سنتين، بيعني إياه نقدي ب400 ونربح منه 100، بيعطيك 400 بخلي 100 له، بيكون حسبوا عليه ب500 وفي إياه. هذا صار ربا، هالمية اللي أخذها زيادة عن طريق العين الموجودة على حسبته أنه باع واشترى، لا هذا ما بيع وشراء، هذا أسلوب للربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، يعني اتبعتم الزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله. الزراعة جيدة وضرورية ولكن ليست هي الأساس، وأن لا تدافع عن كرامتك وعن حريتك، يكون موافقك لا يخلوك تتصرف ولا تتحرك وتسكت، لا هذا لا يجوز. واتبعتم أذناب وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، خافوا على زرعكم، ما بجاهدوا في سبيل الله ولا تذكروا كلمة الحق، وتركتم الجهاد صلف الله عليكم ذلا. فيأتي الطاغية الإرهابي فيذلكم، صلف الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني لا ينزع عنكم هذا الذل حتى ترجعوا إلى الجهاد، توبوا وجاهدوا في سبيل الله تتخلصوا من هذا العدو الطاغية، عند ذلك تأخذون حريتكم في طاعة الخالق وعدم العبودية للمخلوق، فالله تبارك وتعالى يرفع عنكم الذل. فالعبودية للمخلوق ذل، والعبودية لله تبارك وتعالى عز، لأن المخلوق عندما يستعبدك يأمرك أولا بما يحقق مصالحه، لا يمكن أن يأمرك بما يحقق مصالحك ويضر بمصالحه ويريد مصالحه لأنه محتاج. أما رب العزة سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يحتاج لك ولا لغيرك، عندما يأمرك وينهاك من أجل مصلحتك لأنه يحبك وهو أدرى بمصلحتك من نفسك، هو الذي خلق لك السماوات والأرض وخلقك وخلق الأبوين والأبناء وكل شيء في الكون من أجلك، سخر لكم ما في الأرض جميعا، فهو يحبك وهو أدرى بمصلحتك من نفسك، فهو يأمرك وينهاك بما يصلح أمرك، فاتبع أمر الخالق ولا تكن عبدا للمخلوق سبحانه للمخلوق، كن عبدا للخالق، عبوديتك لله عز. أما إذا انحرفت ونقصت عبوديتك للخالق فأنت تميل والعياذ بالله تعالى إلى الذل، لا يرفع عنك هذا الذل إلا أن تجاهد، تجاهد نفسك وتجاهد عدوك بلسانك بكل ما أوتيت من قوة، وإن احتاج الأمر واستعبدك واضطررت إلى حمل السلاح فتجاهد في السلاح، وهذا الجهاد للتحرير وليس إرهابا. الإرهاب هو الذي يستعبدك ويؤذيك ويضربك حتى تذل له وتخضع لمبادئه وأفكاره ودينه الأعوج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فانتبهوا يا إخواني إلى بعض الأشخاص الذين يدعون العلم وهم جهلة، لو كانوا يعلمون لفهموا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية. عندما يدعون الناس إلى ترك مجاهدة الكفر والظلمة والطغاة ويقول لهم هذه فتنة، الفتنة أن تكون مشركا. إذا كنت مشركا، إذا عذبوك لتشرك بالله وأشركت، فتكون حصلت الفتنة
كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى لا يكون فتنة أي شرك، كما يقول ابن عباس وابن مسعود وغيره. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي كفرا وشرك ويكون الدين لله، يعني الخضوع لله، لا للطغاة ولا لفراعنة الأرض. نرجو الله تبارك وتعالى أن يدمر الظالمين، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يجمع المجاهدين تحت لواء واحد وفي هدف واحد، وهو من أجل أن تكون كلمة الله العليا. والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.